السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة درس رقم 9 من كورس الـ Practical Audit. هنتكلم النهاردة عن الإيرادات. هنتكلم عن الإيرادات. أول حاجة لازم نعرفها نفرق ما بين إيه، يعني إيه الفرق ما بين إيراد ومبيعات. هنا الإيراد ده عبارة أنت بتجمع فلوس بس الشركة خدمية، إنما المبيعات لأ، شركة تجارية. هو ده الفرق الوحيد، يعني شركة تجارية. هنا ممكن تقول إيرادات مبيعات يبقى دي شركة تجارية هنا، بس لو كتبت إيراد بس مفيش مبيعات يبقى هنا ده شركة خدمية. يبقى هنا ده الفرق ما بين خدمية وشركة تجارية. طيب احنا دلوقتي بقى الأهم عندنا إيه، لو احنا هنستخدم لو هنتكلم عن شركة تجارية يعني الوضع بيكون ماشي فيها عامل ازاي بالنسبة للإيرادات، وازاي نتأكد من إن الحساب ده ماشي صح. يعني إيه هي الـ Audit Assertions اللي احنا عايزين نعرفها في حساب الإيرادات دوت؟ هنا عندنا أول حاجة الحساب في الـ Audit Assertion، احنا قلنا عارفين احنا من الـ Audit Assertion الحاجات المهمة اللي هو الـ Rights and Obligation. بمعنى إيه؟ بمعنى ان حساب لما نيجي نتعرف مثلا او بدايه كده، تعالى ما نشوف كده اول ايه اللي بيحصل لما عميل يجي للشركه. عميل بيجي يطلب ايه؟ يطلب كشف اسعار من الشركه، كشف اسعار من شركه واحد، وكشف اسعار من شركه اتنين وتلاتة واربعة، ممكن ياخد 5 شركات مثلا، ويبدأ يقارن يشوف الأسعار. مثلا ديت 5000، الأسعار بتاعت دي 5000، نفس المنتج، ده 5000، ده 5500، دوت ممكن يبقى 6000، ده ممكن يبقى 4500، ده ممكن يبقى 4900، وهكذا. يبقى عندنا هنا مثلا أقل سعر كام هو السعر ده. ممكن يكون هو عايز أعلى جودة، أو ممكن لو هنفترض بقى إن هما كلهم جودة واحدة، ده 5 ده ونفس الجودة، فهو ده طبعا بالتأكيد هيختار ده. فالعميل لما بيختار بما بيطلب كشف اسعار ماشي، خلي بالك احنا اللي هنبيع، احنا يعني احنا شركه من دولت، احنا شركه هنبيع، فطبعا انا ببعت له كشف اسعار بالحاجه اللي عندي بالحاجات اللي هو طالبها، فهو بيبدا يشوف الاسعار اللي تناسبه ويطلب الشركه يقول لها. فاول ما بيعمل اول ما يقرر ان الشركه دي اللي هيشتري منها مثلا، او دي او دي او تبر اي شركه وعايز يطلب منها، بيقوم باعت لها حاجه اسمها امر توريد. يعني بيقول للشركة أنا بأمرك إن أنت توردي لي البضاعة ديت، أمر توريد. طبعا أمر التوريد ده بيبقى موجود في إيه؟ بيبقى موجود في عدد البضاعة، العدد بيبقى موجود في السعر اللي أنت أو اللي أنت بعته له قبل كده، يبقى العدد وسعر أنت متفق مع العدد وسعر، تاريخ نقل البضاعة مثلا، تاريخ التوريد أو توريد البضاعة، ممكن يبقى تاريخ مثلا يعني تاريخ امر التوريد نفسه وتاريخ توريد البضاعة. فهنا بيبقى في عدد، اهم حاجة يكون في عدد وفي سعر. انا عايز العدد ده بالسعر اللي انت كنت كاتبه لي دوت هنا في الكشف، السعر اللي انت كنت بعته لي. وهنا مثلا اسم الصنف ممكن يبقى موجود في الصنف لو هو هيبيع اكتر من صنف، فهنا بيبدأ يطلب الحاجات دي كلها. هنا مثلا طالب 5 من او خمسة، هنا عدد 5 مثلا من صنف اسمه اي او whatever بقى، اي حاجة مثلا، اي حاجة من اللي بتتباع يعني. فهنا صنف واحد، هنا عدد 5، هنا 2، يبقى التوتال كذا، يبقى تاريخ التوريد اللي انت هتبعته لي فيهم كذا والكلام ده. فهنا ده اسمه امر توريد. فامر التوريد ده جاي منين؟ جاي من بره. فطبعا التأكيد ده يكون كبير جدا، يعني انا متأكد بقى طالما ان هو طلب، هو عميل طلب، فبالتالي امر توريد جاي من شركة من بره ان انا طلبت كذا كذا كذا، يبقى مستحيل ان هو يضخم، مش هيقدر يلعب في حاجة زي كده جاي من بره. لا، دي حاجة جاية من بره وحاجة اصل لازم تكون اصله مكتومة من الشركة اللي هي جاية منها، فبالتالي ده اسمه امر توريد. فانا لما اشوف امر توريد يبقى تأكيد، ده تأكيد كويس ان في حد طلب مني بضاعة، او طلب، ده تأكيد كويس ان هما في ايراد. طب هل امر التوريد وخلاص؟ لا، لازم طبعا اطابق امر التوريد بحاجة اسمها بالفاتورة، لازم اعرف الفاتورة. هل امر التوريد اللي موجود في بالسعر الاسعار ديت بالاسعار، بشوف الفاتورة اللي هي طالعة، هل الفاتورة طالعة بنفس الاسعار ونفس الرقم اللي المفروض التوتال في الاخر هنا مثلا، بعد ما وصلنا هنا للتوتال، الرقم اللي موجود في التوتال هنا هو اللي موجود في الفاتورة ولا لا؟ هل ممكن الرقم اللي زي ما قلنا، هل ممكن الرقم اللي احنا اللي مش اللي موجود في هنا مثلا، لو الرقم ده 60000 مثلا، هل ممكن رقم الفاتورة يكون 50000؟
وارد جدا ان رقم الفاتوره يختلف عن رقم امر التوريد. ليه؟ ممكن انا اقول لك انا هجيب لك حاجات معينه، هنا 5 اصناف، هنا 6 اصناف، هنا 7 اصناف، اقول لك انا جبت 4 بس وهجيب لك بعد كده واحده تانية، فبطلع لك فاتوره بالحاجات اللي انا بعتها لك. يبقى هنا بطلع فاتوره بالحاجه اللي انا اديتها لك، فممكن اديها لك مثلا على 2 مرات او على 3 مرات، فبطلع فاتوره اكتر من مره، يبقى 50 مثلا، وبعد كده 4000، طلعت لك فاتورة تانية ب4000، وهنا فاتورة تالتة بكام؟ مثلا ب6000. يبقى هنا كده وصلنا ل60000 اللي في الفاتورة هنا، يبقى عندنا 50 و4 50 ألف و4000 و6000، يبقى احنا كده وصلنا للتوتال اللي هو 60000. فهنا وارد جدا ان الفاتورة تختلف، وارد جدا ان الفاتورة تختلف عن، يبقى ممكن الفاتورة تختلف عن امر التوريد. طيب هل ممكن بعد كده، طب ايه يعني خلاص كده انا كده اتاكدت ان موجود امر توريد تمام، وموجود فاتوره تثبت لي ان امر التوريد ده راح هناك، لكن طب ما احنا عايزين نتاكد من حاجه كمان، او لازم يكون في عندنا اذن صرف. يبقى لازم نتاكد من تالت حاجه اسمها اذن صرف. اذن صرف دوت بيكون موجود فين؟ طبعا اذن الصرف ده بيجي منين؟ اذن الصرف بيجي لنا من المخزن. الراجل مين اللي بيطلعه؟ المخزن، او امين المخزن. أمين المخزن هو اللي بيطلع إذن الصرف. أمين المخزن معناه إيه؟ معناه إيه إذن الصرف؟ يعني أنت بقول لك طلع لي البضاعة اللي هي مكتوبة في الفاتورة، الفاتورة كذا وكذا وكذا. مثلا عندي مثلا الفاتورة بتبقى بالشكل دوت، مثلا عندي فيها الصنف، نفس الكلام بالظبط اللي موجود في أمر التوريد، الصنف، العدد، العدد، السعر، وبعد كده التوتال الإجمالي، وهكذا. فهنا الصنف، العدد، السعر، الاجمالي، هو بيقول لك هنا الصنف كذا، ويبعت لك هو امر توريد يقول لك اذن صرف، اصرف لي الحاجات ديت للعميل الفلاني. اذن صرف العدد والصنف والعدد، هل موجود في سعر؟ لا، ما ينفعش يكون في اذن صرف سعر. ليه بقى ما ينفعش يكون موجود في اذن صرف سعر؟ لان امين المخزن ممكن يقول لك اه يا عم ده السعر دوت غالي، وانا اقوم جايب بضاعه مضروبه واقوم جايب بايعها بالسعر دوت، انا اقوم مثلا جايب الصنف نفسه بس بسعر قليل، واقوم جاي بايعه بالسعر اللي هو موجود هنا، انا يكون مثلا ب 150 وانا اكون جايبه. طبعا هي ممكن تكون الشركة شارية ب 140 مثلا، يعني انا افترض ان هي جايبة ب 140 وبعته ب 150، هو ممكن يجيب واحد تاني ويحطه في المخزن وياخد الجديد اللي يعتبر اصلي، ويقوم جاي بايعه في حتة تانية. فبالتالي امين المخزن ممكن ينصف في حاجة، في حالة زي لو عرف قيمة الحاجة اللي عنده في المخزن، فبالتالي هو المفروض ما يعرفش قيمة الحاجة اللي عنده في المخزن. وده اتكلمنا عنه فين؟ في أيام الـ segregation of duties، أو الفصل بين السلطات، إن هو بيعتمد إن هو بيعمل استحواذ، ومين اللي بيعتمد؟ مين اللي بيعتمد؟ الشراء، اللي بيعتمد الشراء، أيوه، اللي هو حد تاني بيعتمد، اللي هي إدارة المشتريات بتعتمد الشراء، ملوش دعوة بالمخازن خالص، يعني المخازن بيعمل استحواذ بس. فبالتالي هنا إذن الصرف مع أمين المخزن، هو أمين المخزن ما ينفعش إن هو يعرف سعر إيه، سعر البضاعة اللي هو اللي عنده، ما ينفعش يكون عارف سعر البيع بتاعها ايه، ولا سعر حتى جت بكام، ولا يعرف عدد، بس يعرف عدد الحاجة اللي عنده وعددها كام، الحاجة اللي عنده وعددها كام، مش أكتر من كده. فما ينفعش إن احنا نعرفه سعر. فده بالنسبة لإذن الصرف. يبقى احنا كده اتعرفنا على 3 حاجات، فكده عرفنا اللي هو أمر التوريد، وبعد كده عرفنا الفاتورة، وعرفنا إذن الصرف. فاحنا كده اتأكدنا تأكيد جامد جدا من ايه؟ من الإيرادات. طبعا لو انا عايز اتاكد اكتر، ممكن اتاكد من حاجه حلوه قوي، اللي هو لو العميل دفع، العميل دفع الفاتوره اللي عليه خلاص. طبعا عميل دفع يعني هو خلاص، هو متاكد ان هو ما فيش حد اهبل، يعني هيدفع مقابل حاجه ما خدهاش. فلو عميل دفع او اتاكدت ان العميل دفع، فبالتالي هنا في الحاله ديت انا ببقى عارف ان انا خلاص، هو انا اتاكدت ان الايراد ده جاي صحيح 100%، ما فيش تضخيم ايرادات ولا في تقليل ايرادات ولا في اي حاجه، فهنا كل حاجة سليمة طالما العميل دفع. فبالتالي ده تأكيد أصلا، مش محتاج أبص على أي حاجة تاني. لو أنا اتأكدت إن العميل دفع خلاص، فاتورة إذن توريد وأمر توريد وعميل دفع خلاص، مش عايز أعرف حاجة تاني. طب هنا لو عميل أنا حصل مرتجع مثلا، مرتجع في 2015، وأنا مثلا بعمل فحص في 2014، الفحص إمتى؟ في 2014، في 2014. طيب والعميل المرتجع هنا، المرتجع اللي الراجل رجعهولي دوت كان في 2015، يعني في يناير مثلا، يناير 2015، وانا عندي، هو انا كنت بايع له الحاجات اللي هو رجعها في يناير دي، كنت بايعها له في امتى؟ كنت بايع، تم عملية البيع في ديسمبر 2014، كان عملية البيع هنا تمت هنا في 2014، عملية البيع. فهل لما هو يرجع لي بضاعة في يناير، هل بقلل مبيعات يناير 2015 ولا بقلل مبيعات 2014؟ لا طبعا بقلل مبيعات 2014.
يبقى لازم هنا بقى، هنا لما اجي اعمل كات اوف لازم اخلي بالي جدا، هل انا هل المبيعات ديت جت السنه اللي ارتجعت هنا ديت جت السنه دي ولا السنه اللي فاتت ولا الكلام ده. طبعا لو عمليه الاول لو مبيعات قليله يعني الارقام صغيره ديت تبقى عادي، انما لو واحد مثلا قام جاي بايع عليه المبيعات مثلا ب 500 الف ولا 600 الف في 2014 وقامت راجعه في 2015، لا ده انت تعرف ان هو بقى مضخم مبيعات وقام عاملها المرتجع دوت جه في حطه في 2015، لا يبقى هو كده بيلعب علشان يوصل لحاجه معينه، عايز يضخم المبيعات بتاعه 2014 عشان يوصل مثلا ياخد المكافاه بتاعته او ياخد البونص بتاعه اللي هياخده، فعشان كده بيضخم المبيعات بتاعه 2014 علشان ياخد مبيعات. فبالتالي انت لازم تخلي بالك من حاجه زي كده. انما لو رقم بسيط 1000 2000 مرتجع في يناير ممكن عادي تقفلهم في يناير، مش هتفرق يعني، يعني الفرق بسيط جدا فمش هتفرق يعني. فده بالنسبه للمرتجع، وبالنسبه لدوت بالنسبه لحساب الايرادات ازاي بنفحص حساب الايرادات. احنا كده يعتبر اخدنا الحاجات ديت، فاشوفكم ان شاء الله المره اللي بعد كده.